أمي كانت تعتقد وتريد إني أكون ولد فترة الحمل، هل يؤثر؟ ممكن، ممكن جدا. شوفي، تعتقد شيء وتريد شيء. طيب، تعتقد يعني جاها خبر بالغلط، توقعات، حلمت حلم، حدثت حدس، لكن تريد. أوه واو، يعني هاي طاقة، يعني رغبة قاعدة تشتغل. السؤال انت ابغاك تسألي نفسك، ايش اثر عليك هذا الموضوع؟ وبعدين الان، ها هي قالت لك ولا انت اكتشفتي ولا انت حسيتي وسألتيها؟ هذا برضو شيء مهم. اذا انت حسيتي وسألتيها وطلع جواب صحيح، فمعناها يعني الطاقة موجودة، الطاقة هذه موجودة. وانت الان اسألي نفسك، هل فعلا انت تبغين ولد، انك تكونين ولد؟ هل في فترة من فترات حياتك فكرتي بهذه الفكرة؟ هل في فترة من فترات حياتك يعني حسيت انك انت ولد، شفتي انه هذا خيار احسن، تقبلتي موضوع الجنس الذكورة اكثر من جنس الانوثة؟ هذه كلها مؤشرات انه محتاجة تصحيح. سبب فشلي في الزواج مرتين، ممكن يكون طاقة الانوثة زايدة، ممكن تكون ناقصة، مش بالضرورة انوثة زايدة، ممكن تكون انوثة ناقصة. وممكن يكون يعني ملف الزواج من الملفات الكبيرة جدا، واحتمالية الخلل فيها كثير كثير. يعني تتكلمين عن المال، تتكلمين عن الأهل والناس اللي برا، تتكلمين عن الجنس، تتكلمين عن الأنوثة والذكورة، تتكلمين عن التواصل والخطاب، تتكلمين عن كثير أشياء، كثير أشياء في الحياة الزوجية يعني يبغالها كلها دراسة. كل هذه ملفات يبغى لها دراسة. يعني عندك موضوع التعامل الآخرين لما يتدخلون في حياتك، المال، ملف المال في الحياة الزوجية، ملف الأنوثة والذكورة، كثير ملفات. إذا تبغين يعني حياة زوجية ناجحة، محتاجة تدرسين كل هالملفات، محتاجة إنك واحد واحد تفهمينها وتدرسينها حتى يعني حتى تنجح الحياة الزوجية. موضوع مو بسيط، مو بسيط ولا هين. وبعدين على مستوى اكبر توصلين لمرحله الانعكاسات والنوايا، بعدين على مستوى اعلى توصلين لمرحله الطاقه، طاقتك بينك وبين شريك حياتك. يعني موضوع ما هو بسيط، موضوع الزواج ابدا ما هو بسيط، ابدا ابدا يعني، ولا هو يعني قصه كذا ورديه جميله خفيفه لطيفه، لا، قصه ثقيله، قصه من القصص الثقيله في الحياه. لذلك انا دائما اقول امرأة تدخل للزواج ما استعدت هي تستعد للطلاق. وأبغى أقول لك الآن، أنت الآن فشلتي مرتين في الزواج، لو تزوجتي مرة ثالثة وأنت ما درستي قصص الزواج هذه، سوف تفشلين مرة ثالثة، راح تعيدين نفس القصة. مدام أنت ما غيرتي، ما فهمتي كل، ما صار عندك إدراك ووعي لكل هذه القصص، راح تعيدين نفس القصة. والآن بإمكانك أنك تشوفين نسب الطلاق حول العالم، وحتى يعني عندنا حتى في الخليج في الدول العربية نسب موحشة، نسب موحشة. بعض الدول فيها 70%، 80%، 90%، 50%، شيء يعني تقولين أوه واو. يعني إحنا في زمن الزواج فيه في غاية الصعوبة، مو هين، مو سهل. فإذا أنت تبغين تدرسين الموضوع كامل، عندنا باقة الزواج، باقة الزواج اللي هي بتناقش لك موضوعات الحياة الزوجية كلها، وبرضه بتناقش لك موضوع الأنوثة، إنك تعدلين أنوثتك. كورس دايزي عندنا الوعي الزواجي فيه 3 مستويات. المستوى الأول اللي هو مستوى تكلمنا عنه، اللي هو الخلافات، الطلاق، الاتصال والتواصل، الفرق بين رجل والمرأة، اللي هي هذه الأشياء اللي زي ما يقول احتياجات، الأشياء السطحية. بعدين المستوى الثاني يدخل على مرحلة أعمق، اللي هي مرحلة الوعي والإدراك، اللي هي الانعكاسات والرسائل والنوايا والمعتقدات. بعدين مرحلة أكبر أو أعمق، اللي هي مرحلة الطاقة بين الزوجين، كيف أنك تتعاملين بهذه الطاقة وكيف ترسلين وتستقبلين هذه الطاقة. فأقترح عليك أنك تحضرين هذه الباقة كاملة، اللي هي باقة الزواج. أو انك انت تقولين والله انا مثلا ما عندي فلوس ولا اقدر اني اسوي، انك انت على الاقل تفكرين ما هي الرسالة من تكرار فشل زواجك مرتين، ما هي الرسالة؟ وعلى الاقل تنتظرين ما تاخذين خطوة للزواج الا لما تفهمين القصة هذه. وحطي النية معانا، هل من الحكمة مصارحة شريك محتمل بتداعيات مرض مزمن ومشاركة تفاصيل الآلام المرض؟ حبيبتي نازك،
فأنا أشوف من وجهة نظري إن هذا من الوضوح في بداية العلاقة، ومن الأمانة، ومن الأمانة إنك أنت تحطين الملف عنده وتقولين أنت تقبل أو ما تقبل، تقبل أو ما تقبل. أنا مريضة، عندي الضعف الفلاني، عندي المشكلة الفلانية، عندي المرض المزمن الفلاني، يمكن يوم في الأسبوع ما أقدر أطبخ، يمكن يوم في الأسبوع ما أقدر أنظف، يمكن يوم في الأسبوع ما أقدر أداوم، يمكن يوم في الأسبوع ما أقدر أتابع أطفالي، أنت بتكون مسؤول، يمكن يوم في الشهر، يمكن أيام راح أكون في المستشفى. أعتقد هذا كثير مهم سواء من الرجل أو المرأة. وأعتقد إذا أنت عندك مشكلة صحية ولا صارحت الطرف الآخر بهذه المشكلة، أعتقد أنها فيها خيانة. أعتقد هذا شكل من أشكال الخيانة، أنك أنت يعني تخلي شخص يدخل معك في عقد وهو في أشياء تحت الطاولة ما انحطت، خصوصا أنك تعرف عنها. في أشياء قد تظهر بعدين، مصايب تطلع بعدين، It's okay، ما كنت عارف عنها وجت في وقتها، لكن أشياء أنت عارفها المفروض أنها تنحط على الطاولة. وما تبغين أنت يوم من الأيام أحد يسوي فيك هذا الشيء، ما تبغين. وبصراحة صراحة بيني وبينك، صراحة صراحة، إذا الرجال ما يبغاك وأنت مريضة، إيش تبغين فيه؟ إيش تبغين فيه؟ يعني نفترض إنك أنت سكتي وبعدين اكتشف الموضوع، بعدين قال لك سوري والله أنا ما أبغى امرأة مريضة، أوكي، عند الحق عند الحق، ما تقدرين تقولين إلا غصب. زي مثلا امرأة تكتشف والله إنها تزوجت واحد مريض، بعد كم شهر والله تكتشف عنده علب من الأدوية وعنده كثير قصص مرت عليه زي كذا، تقول أوه واو أنا اكتشفت إنه مريض وخدعوني ما قالوا لي. بكل بساطة تقدر تطلب الطلاق وتمشي وتخلع، وبكل بساطة الموضوع حد يلومهم حد يلومها، ما حد عطاها خبر، ما حد علمها، انضحك عليها. فأنتي ما تبغين تعيشين هالقصة صراحة، ما تبغين، لأنه ذاك الوقت تكون الكارما بعد على المرض، ما تبغين صراحة. عندك يعني اوريدي عندك بوكس يعني ديرتي، يعني ما تبغين يعني تحوسين في بوكس المرض هذا، ما تبغين تحوسين فيه أكثر مما هو محيوس ومحفوس، ما تبغين، مليان ألم ومليان كارمات ومليان محتاج لإعادة ترتيب وتنظيم ما تبغين تلمسينه. وهذا الزوج الآن إذا اكتشفتي الآن إنه هو ما تقبل المرض وانتو في البر مشكور، عادي ما تقبل، It's okay. انتي بعد ممكن يقول لك على نقطة ضعف عنده تقول لا والله ما أقدر، هذه النقطة ما أقدر عليها. ممكن يقول لك بكرة والله شوفي ترى أنا عندي مشكلة في الشيء فلاني، ترى تقول والله ترى أنا عندي مشكلة ما عندي فلوس أنا فقير، ها والله أنا هذا الموضوع ما أقدر عليه. يصير من حقك، من حقك مدام انتي في البر تقدرين تقررين من حقك. فأعتقد أن هذا كثير ضروري، لكن تفاصيل الألم يعني يمكن مو مهم، لأنه أنت هو فيه روح لازم تضبط لهذا الموضوع، والآن لازم يكون فيه روح تحمل طاقة التشافي. إذا ضبطت من أول مرة ممكن تحتاجين أكثر من زواج أو علاقة حتى لما تضبط. فأنت محتاجة الآن روح تحمل طاقة التشافي عشان تغطي سد النقص هذا، خصوصا انه مرض مزمن، يعني خلينا نقول خزان يخر طول الوقت، يعني قربة تنقض طول الوقت. فمحتاجة طاقة التشافي، محتاجة احد يعطي يعني يقدم. فتبغين تعرفين هو يحمل هالطاقة ولا ما يحمل هالطاقة. لكن تفاصيل الألم، تفاصيل الألم اللي موجودة عندك إذا أنت قدمتيها قد تلخبطين جودة الطاقة اللي عند الطرف الثاني. ما تبغين تعطينا هالألم، ما تبغين تشرحين تفاصيل وكذا. بس في أشياء زي ما قلت لك، مثلا أنا ما راح أداوم يوم في الأسبوع، أنا أحتاج أترقد في المستشفى مرتين في الشهر، أنا شفتي هذه أشياء اللي عملية واقعية يقدر يفهمها الرجل، كذا 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 كذا، جدول يتبع للمرض، مثلا يتبع لمشاكل المرض. يعني مثلا الان انا زوجي يعرف اني مثلا المسافه اللي اقدر امشيها، المسافه اللي ما اقدر امشيها، يعرف انه مثلا لازم ينزلني عند الباب، ما يقدر ينزلني مكان بعيد ويخليني امشي،
يعني في اشياء هو عارفها، مثل الجدول، عارف هو وش يسوي. فهذا لازم يعرف في اشياء يبغى يرتب حياته بناء عليها. بودي هالمستشفى مثلا كل اسبوع، معناها انا لازم ادخلها بجدول، اقدر ولا ما اقدر؟ اما هذا الشعور حقك هذا انت سوي ديل معه، انت اشتغلي عليه يعني عشان تتحرري من هذه القصه. لكن هذه امانه، هذه امانه، وانصحك انصحك لا تسويها، لا تخفين هذا الموضوع، مو مصلحتك ابدا ابدا ابدا. حتى لو كنت تقولين هذا الرجل جيد، ما ابغى اخسره، ما ابغى اخسره، راح تخسرينه، راح تخسرينه، ومعاها راح تخربين الصندوق اللي هو اصلا خربان. يعني صندوق المرض عندك مره تعبان، راح تخربينه زياده. يا حبيبتي الله يقويك. طيب يا جماعه طولت عليكم، اذكركم عندنا خلفيه الجوال موجودة الآن على تويتر، صحيح إن على آخر الشهر بس تقدرون تلحقون معانا. وبرضو نية الشهر عندنا موازنة طاقة الأنوثة والذكورة في الداخل والخارج، عندنا 5 كورسات موجودة الآن على الموقع smyfreaksign.net: دايز الوعي الزواجي، سلستي الوعي الأنثوي، الحياة السرية للرجل، ملف الخيانة والغواية. وأذكر أصدقائي في مصر، ما هو اليوم عرض الكتاب أو بكرة أعتقد، هاليومين معرض الكتاب في القاهرة. بليز كل إصداراتي موجودة في دار ملهمون، بليز روحوا وصوروا لي. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.